هذا هو جبل الصفا بالمسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على هذا الجبل وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم، يعني بالدخول في دين الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكر أقرب الناس إليه ومنهم فاطمة رضي الله عنها، قال: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو خير المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد.